بس القضية فينا عدم الاختيار الجيد من الأول، وده هنتكلمه في حلقات تانية يا ماما. بس خليني أسألك حضرتك سؤال بعد إذنك. أول مرة الراجل يمد إيده على واحدة، ممكن يكون بعد أول كام يوم في الجواز، وممكن يكون بعد 10 أو 15 سنة من الجواز انفعل ومد إيده عليها. التصرف الأمثل للزوجة كأول مرة، ده مش راجل ضريب، مش راجل متعود على كده، أول مرة يعمل كده، تعمل إيه؟ تتصرف إزاي عشان ما يتكررش تاني الموضوع ده؟ مرفوض رفضا باتا، مرفوض رفضا باتا. لازم تحافظ على كرامتها ومكانتها، تتكلم معاه، تسيب البيت، تجيب اهلها. زي ما بقول انا دايما اقول يا بنتي، الست ما تسيبش بيتها ابدا، ده بيتها هي، الله. ما تسيبوش. دايما اقولها هو عايز يمشي يتفضل بالسلامه وهيرجع تاني، لكن هي هتروح فين؟ ايوه، ما بيقول لها وفي نفس الوقت بيقول لها هجيب لك شقه ايجار احطك فيها انت والعيال، مش هصرف عليكي، مش هعمل. امتهان 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 ووجع. المجتمع عايز توعيه، عايز من المدرسه الولد يعرف دوره ايه. لكن اكيد الزوج اللي بالشكل ده هو مشرخ في حياته، هو اصلا بيته اللي اتربى فيه اتربى على الوجع والاهانه، يعني شاف امه بتتهان. ايوه، حضرتك شايفة أن أول مرة الرجل يخطئ فيها ما تسكتش برضو الزوجة وتعمل وقفة أبدا، تقف معاه، تقول لأهلها بقى ولا ما تقولش كده؟ لا، ما تقولش حاجة للأهل، لأن احتمال ماما دي أول مرة لسه. لا، ما تقولش. طب لو اتكررت كذا مرة، هي تبقى المرة والأخيرة. أيوة، بيبقى في زي ما علمنا القرآن، ترجع لأسرتها وتجيب حكم من أهله وحكم من أهلها. احنا مش عايزين ننفصل، ابعدوا عن الطلاق ده تماما. نعم، احنا عايزين نحل، ان المشكلة مش معنى ان في وجع ولا مشكلة ولا شيء في الأسرة معناها ان الدنيا تتقفل. لا ابدا، هي بتتحل. ده الاخوات بيتخانقوا، صح، ده يعني ده شيء طبيعي ان احنا نختلف. نعم، لكن الأهم ان احنا نعرف نرقب الصدع، ونعرف ازاي نواجه احنا سوا المشكله. يعني نعم، الحياه فيها ازمات كثيره. نعم، ازمات حياتيه وازمات ماديه واشياء كثيره. مش معقول الرجل يتحمل لوحده. نعم، لازم يلاقي زوجه صاحب بالجنب، واقفه معاه، ايدها بايده، لو احتاج مالها تديله. نعم، ما ينفعش تسيبه ابدا. نعم، فعشان كده بقول الزوجيه زماله، الزوجيه شيء جميل، بس نقدر أو نقدر معنى الاسره. نعم، انا عايزه حضرتك قبل ما ننتقل للمشكله الثانيه او القصه الثانيه، محتاجه حضرتك توجهي كلمه لكل راجل بيهين زوجته وبيمد ايده عليها وبيتعدى عليها لفظا وجسدا. الحقيقه يعني انا هقول لاولادي، لانهم ولادي برضو، لسبب ما بيعيشوا هذه المحنه، هقول له يا ابني انا عايزك تقرا القران وتتدبر. ما قريتش وعاشرهن بالمعروف؟ ما قريتش الايه اللي قلناها، ومن اياتها ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. فالزوجه هي السكن، السكن الجسماني والسكن الروحي والسكن النفسي والسكن العاطفي. ما قريتش ولا تنسوا الفضل بينكم؟ يا ابني خلي بالك، انت بتقع في ظلم، والظلم يعني انت هتعاني منه في الحياة الدنيا قبل الآخرة. نسيت اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات. نعم يا ابني، في الدنيا الظالم وخاصة اللي بيظلم زوجته وبيهنها وهي لا حول لها ولا قوة، خذوا بالكم بقى كده، لا حول لها ولا قوة، اللي بيظلمها وبيهنها وهي مضطرة، يعني أقول إيه، تهان بهذه الصورة، أنت وقعت في دايرة ظلم. أول عقاب ليك أنت حرمت من الهداية، أنت دايما في حالة قلق، أنت دايما الله في حالة كرب، حرمت من الطمأنينة والسكينة، ما لا تسكن نفسك أبدا، لا تطمئن أبدا، حرمت حرمانا كبيرا من الاستمتاع برزقك. يعني أنت دايما في ضنك، في ضنك، تصوري ضنك، مهما كان عندك فلوس. نعم، لكن ما فيش حاجة هتشبعك أبدا أبدا. أتمنى أن الرجالة تفهم الكلام ده كويس، أتمنى ذلك. ده في الآخرة بقى
الظلم ظلمات في الآخرة. نعم. في الآخرة هتتاخد حسناتك تضاف للي ظلمتها اللي لا حول لها ولا قوة، وتتاخد سيئاتها تضاف عليك. نعم. في الآخر هتلاقي نفسك يعني لا شفيع لك. نعم. في الآخر هتعرف إن الظلم دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. يرضيك تعيش وتنام وتقوم وتروح شغلك وتمشي في الشارع والطريق واللي فيه وانت بتدعي عليك. نعم. انا ما تهونش عليا يا ابني. نعم. انت ما تهونش عليا، رجع مسارك تاني. نعم. وتعلم ازاي القرآن علمنا، اتعلم نفقه. نعم. يعني اما نسمع نقرأ